بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة معالم الإسلام الأموي القسم الخامس. سنكون معكم إن شاء الله تعالى وبصحبة سماحة آية الله سيد كمال الحيدري الذي أرحب به باسمكم. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا دكتور، حياكم الله. سماحة السيد، لا بأس أن تقدموا خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقات السابقة ووقفنا عند ذلك بشواهد كثيرة أننا نعتقد بأنه لا يمكن أو لا ينبغي أن يخلط بين الإسلام والاتجاه الأموي والقراءة الأموية للإسلام وبين القراءة التي توجد في مدرسة الصحابة، وذلك باعتبار أن البعض إما غفلة وإما علما وإما جهلا يخلط بين هذين الاتجاهين. اتجاه يعتقد بأنه أساسا توجد مدرستان فقط، وهي مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة أو مدرسة أهل السنة والجماعة، ويحاول أن يدمج جميع المسلمين في اتجاه واحد، وهذا من الأخطاء الشائعة ومن الغفلات الكبيرة التي ابتلي بها الفكر الإسلامي عموما، خصوصا في بعده العقدي والفكري. ونحن نعتقد أن الأمر ليس كذلك، يعني عندما نأتي إلى مدرسة أهل السنة والجماعة أو إلى مدرسة الصحابة فإنها تختلف جذريا عن اتجاه بني أمية والاتجاه الذي بناه بنو أمية وعلى رأسهم معاوية في البيت الأموي. من هنا نحن دخلنا في هذه الأبحاث وأشرنا وحاولنا أن نتعرف على أهم معالم الإسلام الأموي، وقلنا أن هناك مجموعة من المعالم والملامح يمكن أن نقف عندها. وقفنا بحمد الله تعالى في الحلقات السابقة عند المعلم الأول من هذه المعالم، وهو أن الاتجاه الأموي والبيت الأموي ثم الأعلام الذين نظروا بعد ذلك لهذا الاتجاه يقوم هذا الأساس أو يقوم هذا النهج والاتجاه على أساس بغض علي وسب علي والانتقاص من علي وإبعاد ما أمكن من الحياة الفكرية والسياسية والعقادية، سواء على مستوى الأحاديث بل حتى على مستوى الإقصاء البدني والجسدي، كما وجدنا ذلك واضحا في حادثة كربلاء وفي نهضة كربلاء وفي يوم عاشوراء. إذن حديثنا في هذه القضية، قلنا المعلم الأول هو بغض علي، وبعبارة أخرى هذا الذي عبر عنه جملة من الأعلام هو ظاهرة النصب، وهي معاداة علي وموالاة ماذا؟ وموالاة معاوية. هذا المعنى الذي نقلناه فيما سبق في من سير أعلام النبلاء الجزء 18، هناك قلنا في صفحة 201 هناك قال: وكان مما يزيد في شنآنه تشيعه لأمراء بني أمية ماضيهم وباقيهم واعتقاده لصحة إمامتهم حتى نسب إلى النصب. هذا المعنى اللي مفصلا وقفنا عنده في المجلد 18 لترجمة المشاهد الكريم يتذكر، لترجمة ابن حزم الظاهري الذي قلنا الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي المعروف بيزيد الخير نائب أمير المؤمنين أبي حفص إلى آخره. هناك الذهبي يقول ابن حزم كان ماذا؟ كان معروفا ومنسوبا إلى ماذا؟ منسوبا إلى النصب. إذن يظهر أن هذا الاتجاه كان ماذا؟ كان مستمرا. وهذا خلاف ما يقوله البعض أنه لماذا أنتم تحاولون الآن أن تذكروا ما عفى عليه التاريخ وانتهى وتنبشون التاريخ وتنبشون الماضي، قضية تاريخية وجدت وانتهت، يا ليت أنها انتهت. وقعنا نحن الآن نقول لو انتهت الظاهرة الأموية والاتجاه الأموي وهو الاتجاه القائم على أساس النصب، يعني معاداة علي، بغض علي، سب علي، ولكن بعناوين مختلفة وبأوجه متعددة، وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. ابن حزم يقول حتى نسب إلى النصب. هنا شعيب الأرنؤوط اللي هو محقق هذا الكتاب في صفحة 201 في الحاشية يقول والنصب هو بغض علي رضي الله عنه كما في النص وموالاة ماذا؟ وموالاة معاوية. إذن هناك مجموعة من أعلام الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الأموي، ومنهم ابن حزم، ومنهم نفسه ماذا؟ ومنهم نفس الذهبي، ومنهم ابن كثير أيضا بعد ذلك سيتضح هسه على اختلاف في الدرجات. وهذا هو الذي يجعلنا أنه ما ماذا؟ أننا نقف عند هذه الظاهرة، نتعرف على معالم هذه القراءة وهذا الإسلام الأموي لأنه آثاره موجودة إلى يومنا هذا. بعد ذلك عندما نأتي إلى المعلم الثاني والثالث والرابع ويتضح بأنه الأحاديث التي وضعها البيت الأموي في فضائل معاوية، في فضائل الأمويين، الأحاديث التي وضعت في فضائل بعض الصحابة، الأحاديث التي أقصت من فضائل علي وأهل بيته، عند ذلك يتضح أن القضية انتهت أو لم تنتهي. يعني إلى الآن كل صحاحنا، مسانيدنا، كتبنا لابد أن نشخص كاملا معالم الاتجاه الأموي حتى نستطيع أنه هذا يتكلم على أي أساس وذاك ينطلق من أي أسس على منها. يعني كيف انتهت وإلى اليوم يزيد أمير المؤمنين؟ أحسنتم. واقعا كيف يمكن أن نقول بأنه واقعا أنه هذه الظاهرة انتهت وعفى الله عما سلف، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سبقونا بالإيمان وغير ذلك، وإلى الآن ماذا يقال؟ يزيد أمير المؤمنين، وأن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خرج على إمام زمانه وعلى ولي أمره ونحو ذلك. كيف يمكن أن نجمع بين ظاهرة أنها قضية انتهت تاريخيا وبين أن آثارها موجودة إلى يومنا هذا؟ على أي الأحوال، أنا في اعتقادي أن هذه القضية وهي ظاهرة النصب واضحة المعالم عندما نرجع، والكل أكد عليها، يعني لم يختلف أحد في هذه المسألة، حتى أنه المشاهد الكريم يكون على بينة. أنا أشير إلى بعض الكلمات الشيخ ابن تيمية الذي هو بعد ذلك سيتضح أنه وتقدمت شواهد على ذلك، ولكنه نؤكدها أنه من أهم المنظرين للاتجاه الأموي والمنهج الأموي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي يحاولون الآن يعرفونه بأنه يمثل مدرسة السنة والجماعة ومدرسة الصحابة. ستتضح من كلماته، أنا لا أريد أن أتهم أحدا، انظروا هو يقر بهذه الظاهرة. أي ظاهرة؟ ظاهرة أن بني أمية قام حكمهم على أساس لعن من؟ النصب لعلي وسب علي. من هذه الموارد ما ورد في المجلد الثامن صفحة 236، هناك في عبارة واضحة المعالم يشير إليها، يقول فإن شيعة عثمان أكثر ما نقم عليهم من البدع
التفتوا جيدا، إذا يعتقد أن شيعة عثمان كانت عندهم ماذا؟ نعم، يعني لو تظهر سمح سيد هذه بلي بلي. عفوا، هذا الذي أنقله من منهاج السنة النبوية، باعتبار أنه هذا المصدر أخرجناه مرارا لتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم المجلد الثامن صفحة 236. أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن الشيخ ابن تيمية بماذا يقر؟ يقول فإن شيعة عثمان أكثر ما نقم عليهم من البدع. إذن يظهر أن شيعة عثمان كانوا أهل بدع، هذه بتصريحه. يقول أكثر ما نقم عليهم من البدع انحرافهم عن علي وسبهم له على المنابر. التفتوا جيدا كيف يبرع معاوية من هذه القضية، يعني الله لا أعلم. وبعد ذلك يقول أن شيعة معاوية هم شيعة ماذا؟ عثمان. شيعة عثمان، وهذا قرأناه فيما سبق. إذن أعيد العبارة، قال إن ما نقم عليهم من البدع انحرافهم عن علي، وهو يعتقد أن الانحراف عن علي ما هو؟ بدعة. نعم. وأنا لا أعلم، واقعا هذا أتركه لعقل المشاهد الكريم، أنت ترى أن الانحراف عن علي وسب علي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ماذا؟ في النار. نعم. فكيف يمكن أن نقول أن معاوية اجتهد فأخطأ وهو من أهل الجنة، حتى وهو البدع له اجتهاد؟ نعم. والله الإنسان لا يعلم أن هؤلاء فقدوا عقولهم، فقدوا صوابهم، فقدوا الموازين التي بأيديهم. أنت تصرح أن هذه بدعة وهو الانحراف عن علي، وأن سبه على المنابر بدعة. نعم. وأنت أيضا تصر، والعلامة الألباني صحح هذا الحديث، قال وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ماذا؟ في النار. ومع ذلك اجتهد ماذا؟ فأخطأ. اجتهد فأخطأ وهو مأجور، كما قال ابن كثير. نعم. ابن كثير يصرح أنه اجتهد وهو مأجور على اجتهاده، على سبه لعلي عليه الأحوى، وسبهم له على المنابر. هذا موضع اللي أشرنا إليه مرارا وتكرارا للمشاهد الكريم. الموضع الثاني في المجلد الخامس صفحة 463، أيضا من منهاج السنة بتحقيق محمد رشاد سالم لابن تيمية، اللي قلنا هذا مطبوع في جامعة الإمام محمد بن سعود في المدينة، على الأحوى مقصودي الطباعة في المدينة. يقول ورعية في صفحة 466 من المجلد الخامس، ورعية معاوية شيعة من؟ عثمان. شيعة عثمان. نعم. إذن هؤلاء الذين كانوا يسبون عليا على المنابر هم شيعة من؟ شيعة عثمان ومعاوية. نعم. وفيهم النواصب المبغضون لعلي. وهناك صرح في المجلد الثامن ماذا قال؟ قال بأنهم كانوا يسبونه ماذا؟ علنا على المنابر. وأنتم تعلمون أنه كيف يعقل أن السلطة لا توافق، يعقل هذا أن السلطة لا توافق وهؤلاء يسبون عليا اللي هو الخليفة الرابع اللي هو أحد العشرة المبشرة بالجنة يسبونه على المنابر؟ أيعقل أنه يبرأ معاوية من هذا السبب؟ بل هو كان يسأل سعدا لماذا لم تسب أنت؟ وكما قرأنا أحسنتم. نعم. كما قرأنا في الروايات الصحيحة في مسلم، في مسلم. نعم. صحيح مسلم وغيرها. إذن القضية متفق عليها. هسه الآن هذا ابن تيمية يصرح. نعم. بهذا، وممن يصرح بهذا أيضا من أولئك الذين يصرحون بهذا بشكل واضح وصريح، مع الأسف الشديد أنا مو معي الكتاب. نعم. وهو أنه ابن رجب الحنبلي المتوفى في سنة 795 من الهجرة، في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، بإمكان المشاهد الكريم، وقعا له موجود الحمد لله. نعم. أنا تصورت مو معي الكتاب الحمد. هذا الكتاب بإمكان أن يخرجه المشاهد على الشاشة، الفرق بين النصيحة والتعيير، تأليف الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه نجم عبد الرحمن خلف. في هذا الكتاب اللي هي الطبعة، سلا أعلم أي طبعة، دار المأمون للتراث، الطبعة الثالثة سنة 1405 من الهجرة، مزيدة ومنقحة. هناك في مقدمة الكتاب دكتور، فقط إذا تسمح لي كلمة واحدة أعرف بها من هو
يقول في مقدمة الكتاب: هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زيد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي إلى آخره. هناك يأتي في صفحة 42، جيد هذا الكتاب، أنا بود إن شاء الله الإخوة المشاهدين يطالعون هذا الكتاب. يقول فصل: ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النص. يذكر فصلا يقول أن البعض يريد أن ينتقص من أحد، ولكن ماذا يفعل؟ يغلفه في قالب الحق، يعني يلبسون الحق بالباطل، أو يلبسون الباطل ماذا؟ ثوب الحق. وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين. بودي أن يلتفت المشاهد، ابن رجب الحنبلي ده يقول أحد الأئمة، يقول أن هؤلاء الذين ظاهر كلامهم حق ولكن يبطنون باطلا، هؤلاء من هم؟ هؤلاء المنافقين. إخوان المنافقين. ثم يضرب مثالا أيضا، أؤكد على المشاهد فليلتفت إلى المثال، يقول: ومثاله أن يظهر الطعن عليه، أي على الشخص الذي يريد أن يعيره، ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح. ظاهره ماذا؟ نصح. يقول مثاله أين؟ يقول مثاله ما فعله بنو أمية في طلبهم بدم عثمان حتى ينتقصوا ممن؟ من علي عليه، حتى ينتقصوا. وليقول: وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم، وكان بعضهم، ثم يقول: وأنه لما قتل عثمان لم تر الأمة أحق من علي فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه. كيف؟ بأن أظهر تعظيم قتل عثمان، وأنتم تعلمون من أظهر ذلك غير ماذا؟ أحسن. غير معاوية. نعم، قميص عثمان، وصارت القضية أحسنتم ووصلت إلى أن يقول: وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما ما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي، يعني أكثر دفاعا من علي عن عثمان. نعم. يعني كفاه ماذا؟ كفاه الفتنة. فيقال له: لم يسبونه إذن بنو أمية؟ على شنو يسبونه؟ فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك. إلا بسب من؟ علي. إلا بسب علي. ومراده هؤلاء أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده وولده، أيضا صحيح دكتور، كلاهما صحيح، أحسنتم، مراد اسم الجنس، ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة، عن صفات علي وأهل بيته وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى ذلك. إذن هذه القضية أيضا من الواضحات أنهم كانوا يسبون ماذا؟ يعني يظهرون تنقيص علي وسب علي بحجة الدفاع، بحجة عن ماذا؟ عثمان بحجة الدفاع عن عثمان. أحسنتم. طبعا ومن المعاصرين الذين ركزوا على هذه القضية، وأيضا أدعو المشاهد الكريم أن يطالع هذا المعنى بشكل واضح وصريح، ما ذكره الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق: حياته وعصره آراؤه وفقه، دار الفكر العربي. هناك في صفحة 126 و127 يقول بأنه الروايات التي وردت عن علي عليه السلام قليلة، لا تنسجم مع مدة صحبته لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان أحد الخلفاء ماذا؟ الراشدين. مقتضى هذه الظروف أن الأحاديث التي وردت عنه لابد أن تكون ماذا؟ كثيرة. ولكن عندما نراجع الصحاح والمسانيد لا نجد ذلك العدد الكافي. ثم يعلل يقول: وإذا كان لنا أن نتعرف السبب الذي من أجله اختفى عن جمهور المسلمين
بعض مرويات علي وفقه، فإنا نقول أنه لا بد أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي في القضاء والإفتاء، وهذا إن شاء الله بعد ذلك في المعالم اللاحقة ماذا سنشير سنظهر بأنه ماذا ما هو الأسلوب الذي اتبعه البيت الأموي على رأسهم معاوية وبقي مستمرا وإلى يومنا هذا في إقصاء ماذا المعارف والروايات التي وردت عمن عن علي، لأنه ليس من المعقول أن يلعنوا عليا فوق المنابر، يعني منه بنو أمية، وأن يتركوا العلماء يتحدثون بعلمه وينقلون فتاواه وأقواله للناس، وخصوصا ما كان يتصل منها بأسس الحكم الإسلامي. أحسنت. إذن القضية من الواضحات، بل أكثر من ذلك. أنا لابد هنا إشارة ولو مختصرة دكتور إذا تسمح لي أبين أن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام هو تنبأ بهذه القضية، هو قال بأنه بعد ذلك ماذا سيأتي من يأمركم ماذا بسبي من كلام له، هذا أنقله من نهج البلاغة، وسأقول الآن نهج البلاغة لماذا أنقله من نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده، الإمام الشيخ محمد عبده صاحب تفسير المنار، طبعة جديدة خرج مصادره فاتن محمد خليل، هناك يقول ومن كلام له عليه السلام في صفة رجل معلوم، ثم في أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن. طبعا رحب البلعوم كما إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أنه الروايات التي قالت لا أشبع الله قول رسول الله صلى الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه على معاوية. هسه ويكون في علمكم أن ابن تيمية يقول هذا ليس صفة ذم وإنما هي صفة مدح له، وليس الطليق ابن الطليق أيضا صفة ذم له، هكذا يدافع عن معاوية، وبعد ذلك سيأتي دفاع ابن تيمية أيضا هو مدح. والله لا أعلم والله لا أعلم أنه كلما صدر عن رسول الله في حق معاوية وبني أمية والشجرة الملعونة في القرآن نجد أن ابن تيمية يؤولها ويجعلها ماذا صفات مدح، وبالعكس يفعل في من في علي، كلما ورد فيه صفة مدح جعلها إما صفة قدح أو شاركها فيه غيره، لا فرق بينهم. يقول أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة. وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. هسا من يقول أمير المؤمنين يقول عن نفسه. هسا أنا لماذا الآن ذكرتها اليوم نهج البلاغة؟ لأنه مع الأسف الشديد وجدت أن بعض الناس أقول غفلة واقعا لا أقول تدليسا، بعض نهج البلاغة يأتون لينقلوا الروايات عن نهج البلاغة في تأييد معاوية وفي تبرئة معاوية من فعلته التي فعلها، وأنا لا أعلم أن هؤلاء إن كانوا يقبلون نهج البلاغة فسنقرأ لهم بعد ذلك ما هو موقف علي من معاوية وبني أمية. يعني إن شاء الله بعد ما ننتهي من البحث سأعقد للمشاهد الكريم بحث مستقل عن نظري ورأيي وما يعتقده الإمام أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب في من في معاوية وبني أمية، خصوصا وأنه الآن هم كثير يستدلون ماذا بنهج البلاغة. طبعا هنا دكتور أيضا لا أنسى أن أشير أنه هؤلاء كأنهم لم يقرأوا أن ابن تيمية في المجلد الثامن من منهاج السنة هكذا يقول في صفحة 55 من كتابه هكذا يقول. وهؤلاء كما قلت يظهر أنهم وقعا ليسوا أهل الاطلاع، وقعا تسميتهم بأهل العلم يظهر أنه بها مسامحة ومجاز للتعبير، وقعا إساءة إلى العلم، وإلا هؤلاء لو اطلعوا على ما يقوله ابن تيمية في نهج البلاغة لما قرأوا ماذا شيئا من نهج البلاغة. انظروا ماذا يقول الشيخ ابن تيمية شيخهم وكبيرهم، هؤلاء ليخرجون على الفضائيات، انظروا ماذا يقول الإمام علي في نهج البلاغة، انظروا ماذا يقول.
لماذا تكذبون على الناس؟ وقعنا هذا التعبير أنا أربأ بنفسي أن أقوله، ولكن بعض الأحيان أفطر. لماذا تدلسون؟ لماذا تغشون المشاهد الكريم؟ انظروا ماذا يقول الشيخ ابن تيمية في نهج البلاغة، كيف تسمحون لأنفسكم أن تنقلوا من نهج إلا إذا قلتم نحن لا نعتقد بمن تبرأوا من ابن تيمية، لا مانع لدينا. يقول وأيضا فأكثر الخطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب على علي، أكثر خطب نهج البلاغة يقول كذب، وعلي رضي الله عنه أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام، ولكن هؤلاء يعني الروافض وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح، فلا هي صدق ولا هي ماذا؟ مدح. هذا اعتقاد الشيخ ابن تيمية ماذا؟ في نهج البلاغة. بينكم وبين الله، أمن المنطقي أن فضائياتكم التي تخرج وكلمات علمائكم اللي تخرج ويأتون بنهج البلاغة ويقرؤون، أمن المنطقي هذا بعد؟ هذا صحيح هذا؟ أليس هذا تدليس على المسلمين؟ أليس هذا غش لأفكار المسلمين ولعقول المسلمين؟ نعم، قولوا في نهج البلاغة كثير من الحقائق موجودة، ونخالف من؟ نخالف الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول أكثره ماذا؟ كذب. وبعد ذلك ماذا؟ احتجوا بهذه الخطب. مرة تحتجون علينا ومرة تحتجون للمسلمين. إذا تحتجون علينا أخوانا نقول لكم يا خطبة نقبل ويا خطبة ماذا لا نقبل، ويا ما هو معارضها وليس معارضها، لنا مبانينا الخاصة. إن كنتم تحتجون على المسلمين عموما لابد أن يثبت السند عندكم. ألستم تقولون نحن أصحاب السند وإحنا الرواية التي لا سند لها لا نقبلها؟ إذن لماذا تنقلون خطب نهج البلاغة ورئيسكم وإمامكم ومن تعتقدون بأنه أهم مصلح في القرون الكذائية لما يقول أنه أكثره كذب؟ لماذا تنقلون؟ أليس هذا تدليس على عقول المسلمين؟ أليس هذا غش للمسلمين؟ على أي لحوة؟ إذن علي بن أبي طالب أيضا يصرح بهذا المعنى وهو واضح بالنسبة إلينا. إذن فتحصل إلى هنا في جملة واحدة دكتور، إذن فتحصل إلى هنا بأنه قضية سب معاوية ولعن معاوية لعلي هذه من القضايا المسلمة في الفكر الإسلامي. ويا ليتها كانت قضية تاريخية ماذا؟ وانتهت. لا، ليس الأمر كذلك. إلى يومنا هذا نجد أن هناك من يدافع ماذا؟ عن معاوية وعن فعلة معاوية وعن تراث معاوية وعن جهاد معاوية وعن إسلام وإيمان معاوية وأنه يصفه بصفات أمير المؤمنين وغير ذلك من الأمور. نعم، أحسنتم كذا. إذن نأخذ فاصل إن سمحت سيد، ثم نعود إلى المحاور الأخرى. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل تابعونا. عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونحيي سماحة السيد كمال حيد. مرحبا بكم سماحة السيد، حياكم الله. سماحة السيد، انتهينا من الخلاصة جزاكم الله تعالى خيرا. هنا من خلال ما تفضلتم بإيجازه، يعني قد يقول قائل ما موقف الشيخ ابن تيمية الصريح من هذه القضية، قضية العداء والنصب والسب واللعن لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ هل أدان الأمويين؟ هل وافقهم؟ ولا سيما معاوية رأس هذه المدرسة وهذه نعم الحكومة. أنا بودي واقعا في هذه الليلة وفي هذه الحلقة أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا إلى أنه موقف ابن تيمية، ولو بنحو الإجمال ها وإلا وقعا نحتاج إلى حلقات كثيرة جدا ووقت طويل جدا لنستقرأ كل ما جاء في منهاج السنة فيما قاله ماذا؟
فيما قاله عن علي وعن ما بكل ما يتعلق بعلي في مختلف فضائله، في مختلف مناقبه، نعم، عصره، تقييمه، كله يحتاج وقت طويل. طبعا هنا أيضا لا أنسى أن بعض كلماته أيضا يقول أنه من أهل الجنة وأنه من المقربين وأنه من المتقين وأنه كذا، ولكنه في اعتقادي سيتضح بعد ذلك أنه هذا من باب الذر، ماذا؟ ذر الرمادي في العيون، من باب الدس السمي بالعسل واقعا. وإلا واقع الأمر رأيه كما سيتضح هو رأي من؟ هو رأي معاوية كما سيتضح. انظروا إلى كلماته هو، وقبل ذلك انظروا إلى كلمات تلامذته الذين يدافعون ماذا عنه. من أولئك الذين يدافعون عنه بشكل واضح وصريح كما تعلمون ابن حجر العسقلاني، هنا في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108 تأليف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة، ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي، المجلد الأول، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. دكتور انظروا ماذا يقول هذا الكتاب. يقول في صفحة 93 من الكتاب، يقول وافترق الناس فيه، يعني في ابن تيمية الجزء الأول، سمح سيدنا، بل الجزء الأول، نعم، نعم، المجلد الأول، أحسن، الجزء الأول من المجلد الأول، نعم. يقول وافترق الناس فيه شيعا، فمنهم من نسبه إلى التجسيم، ابن تيمية، نعم، لما ذكره في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك، كقوله أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله وأنه مستو على العرش بذاته. وهذا بحث طويل إن شاء الله نوفق بإذن الله تعالى لنبين عقيدة الشيخ ابن تيمية ماذا في التوحيد، وسيتضح أنه هل هو قائل بالتجسيم أو ليس قائلا ماذا بالتجسيم. هذا هو الأمر الأول. ومنهم، التفتوا جيدا، يقول بأن يقول فلان ومنهم، إذن الجماعة الأولى نسبته إلى ماذا؟ نسب إلى التجسيم، نعم. ومنهم من ينسبه إلى الزندقة، عجيب، لقوله أن النبي لا يستغاث به، وأن في ذلك تنقيصا ومنعا من تعظيم النبي، وكان أشد الناس عليه في ذلك البكري، فإنه لما عقد له المجلس بسبب ذلك، يعني بسبب كلمات اللي كان يقول ابن تيمية في رسول الله، قال بعض الحاضرين يعذر، فقال البكري، يعني قال بعض الحاضرين أن ابن تيمية يعذر، اجتهد فأخطأ، فقال البكري لا معنى لهذا القول، فإنه إن كان تنقيصا يقتل، لأنه أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساء إلى رسول الله، هسا أبين أين أساء إلى رسول الله. ومنهم القسم الثالث، بيودي المشاهد الكريم يلتفت، ومنهم من ينسبه إلى النفاق. إذن رأي بالتجشيم، ورأي بالزندقة، ورأي ماذا بالنفاق. من يقول هذا؟ ابن حجر العسقلاني يقول، لقوله في علي ما تقدمه. ماذا قال في علي؟ التفتوا جيدا، المشاهد الكريم بيود يلتفت أنه ماذا قال، ماذا في علي؟ قال، من يقول؟ ابن حجر في صفحة، آخر صفحة 92، يقول وقال ابن تيمية في حق علي أخطأ في 17 شيئا ثم خالف فيها نص الكتاب. فإذا علي ماذا؟ مو فقط اجتهد فأخطأ، أصلا هنا علي لا يعذر لأنه خالف ماذا؟ نص الكتاب، نص الكتاب، وهو ترجمان الكتاب، وهو عدل الكتاب، نعم، وهو الذي لا يفترق عن الكتاب كتاب. كما في حديث باب مدينة علم رسول الله. هسه الآن أنا أقول هذا الحديث الذي هو قبله من؟ ابن تيمية، وهو أنه كتاب الله وعترتي أهل البيت. يقول خالف القرآن في 17 موضع. أنا لا أعلم إذا لم يكن هذا تنقيصا، إذن ما هو التنقيص؟ أليس هو القائل في الصارم المسلول على شاتم الرسول في هناك يقول بأنه دكتور، نعم، واقعا الإنسان يستغرب،
يقول: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير. إذا كان لا يصل إلى الدين، لا لا لا، واقعا لا يوجد فيه إساءة إلى الصحابي، وإنما يقال أنه ليس بزاهد أو بخيل أو هو بخيل، يقول هذا لابد أن يعذر. أما من يقول في علي الذي هو بزعمه وقبوله أنه هو الخليفة الرابع وأنه أحد المبشرين وأنه لو يقول 17 مورد خالف نص الكتاب، هذا ليس تنقيصا ولا يستحق عليه تأديبا وتعزيرا فضلا عن الأحكام الأخرى، عن قتله لو كان في غير علي. هذا قياس ابن تيمية. المهم الآن مو بحثي هذا، انظروا ماذا يقول، أتمم كلامه، انظروا ماذا يقول. يقول: ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم، يعني 17 مورد، وإن لم يكن ولقوله إنه كان مخذولا. من كان؟ علي مخذول، ورسول الله يقول: واخذل من خذله. أحسنتم، إنه كان مخذول، وانصر من صلى الله، موالي من والاه، وعاد من عادا. إذا خذله أحد يكون معاد لله، والله من الخاذلين له، أو معاد كما تفضلتم. نعم. قال وإنه كان مخذولا حيثما توجه، وإنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة، ولأنه كان يحب الرياسة، إلى آخر القائمة مولانا من الشباب والطعن. هذا أكثر من قول معاوية، بعد زاد على معاوية في القول. والله هذا أنا دا أنقله من الدرة الكامنة لابن حجر مولانا. ما أدري ماذا أعلق المشاهد، أترك التعليق، ولكن أقول للمشاهد الكريم، واقعا لماذا نذهب يمينا ويسار؟ انظروا ماذا يقول هو، من؟ ابن تيمية. لماذا نذهب هذا ابن حجر؟ قد يقول قائل أنه ابن حجر لم يفهم ماذا قال ابن تيمية. ابن تيمية يوقر عليا ويعظم عليا. أنا أريد أن أنقل هنا كلام من؟ ابن تيمية نفسه في الجزء الثاني من منهاج السنة، أيضا بنفس الطبعة وهي تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، في الجزء الثاني صفحة 60 و62 من الكتاب، يقول، التفتوا جيدا، يقول: فإن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالبا للمال والرياسة، يعني لو قال قائل أن أبا بكر أو معاوية أو عمر كانوا من أهل الرياسة والمال، أمكن الناصبي أن يقول. هسه الناصبي لم يقل، ها هو ماذا يفعل؟ يقول الناصبي، كأنه يقول: أيها الناصبي مسموح لك، قل هكذا. إذا قالوا لك أن أبا بكر أو معاوية طالب للمال والرئاسة، أنتم قل لهم ماذا؟ في علينا. أنتم قل لهم في علينا. نعم، التفتوا جيدا، وأنا لا أعلم ما هي الملازمة. نحن عندما قلنا أن معاوية طالب للمال والرياسة، عندنا أدلتنا. أحسنتم، ما هي الأدلة على أن علي ماذا كان طالبا لله؟ إذن هذا ليس دين، هذا لا لا لا. أحسنتم، يقول بعبارة أخرى، إذا شتموا معاوية اشتموا ماذا؟ عليا. اشتموا عليا. إذا طعنوا في معاوية اطعنوا ماذا؟ في علي. اطعنوا في علي. هذا شيخ الإسلام. بل هذا شيخ الإسلام يقول: أمكن الناصبي أن يقول كان علي ظالما طالبا للمال والرياسة، قاتل على الولاية مو قاتل على الحق، يعني في صفين قاتل ماذا؟ طلبا للولاية، على الولاية حتى يكون رئيسا، مع أنه عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. عمار كان في جيش من؟ في شيعة من؟ نعم. ولكنه هذا الإنسان الذي يقال أنه إنسان محب لعلي، ماذا يقول عن علي؟ قاتل على الولاية حتى قتل المسلمين بعضهم ببعض، ولم يقاتل كافر أصلا، هو كان هم أن يقتل منه المسلمين. عبارة أدق من هذه، خلي ذهنك أيها المشاهد الكريم. يقول: فإن قال قائلون
هناك فرق كبير بين معاوية ويزيد وبني أمية وبين من؟ علي وبين وأولادي. علي. نعم. أسأل أتكلم في علي ما أتكلم دكتور في أولادي ماذا؟ علي. أو علي. فإن احتجوا بأدي أن هاي العبارات تخرج كاملا ولعله أريد أختم حديثي في هذا الكلام الليل. فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه إسلام من؟ إسلام علي. نعم. يقول إذا وجدت الرافضة يحتجون أن إسلامه وهجرته وجهاده كانت متواترة فقد تواتر ذلك عن هؤلاء. من هؤلاء؟ معاوية وأهل بيته. التفت، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني عباس وبني العباس. إذن يجعل عليا في صف من؟ يزيد ومعاوية، بل في صف أولاد بني مروان، يعني بصف الوليد بن عبد الملك الذي مزق المصحف بالسيف. التفتوا، يقول إما أن تقبلوا بإسلام بني أمية وإما أن نطعن في إسلام من؟ علي. إسلام في هذا منطق ابن تيمية. وهذه المعادلة القائمة، هذه المعادلة التي الآن نحن نجدها على الفضائيات. نحن عندما نتكلم عن معاوية واقعا لو كانت قضية في واقعة وانتهت صارت تاريخا واقعا، لا لا لا، ولذا أنا قلت لا لا، ولذا قلت أنا سابقا قلت لا أتكلم في الشخص، واقعا لا يستحق معاوية أن يتكلم عنه. ومن هو؟ نحن أكبر منه أيضا لا نعتني به، فكيف به؟ ولكنه هذا نهج الآن قائم في الفضائيات مع الأسف الشديد، أنه كل همهم الدفاع عمن؟ وتبيير صفحة معاوية. واقعا لا أعلم، ما لا أعلم أنه هل أن معاوية من أصول الدين، هل أن معاوية من فروع الدين، هل هو معاوية من أركان الدين، من آل محمد في الصلاة مثلا. أحسنتم، لا أعلم لا أعلم لا أعلم واقعا، لابد هم يجيبون على هذا. يقول فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد. هسا عرفنا معاوية مولانا أمين الوحي وكاتب الوحي، هذا يزيد من هو؟ هذا شارب الخمور. نعم. على إلى حد هسه بعد ذلك انظر ماذا يقول دكتور، انظر ماذا يقول. يقول وخلفاء بني أمية وبني العباس تواتر إسلامهم وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار. هؤلاء الذين كانوا يمزقون القرآن، هؤلاء الذين كان من ولاتهم الحجاج يفعل ما يشاء يهدم الكعبة، تبين كانوا أهل صلاة وصيام وجهاد. فإن ادعوا، التفتوا هاي المعادلة عند ابن تيمية، أيها الناس أيها العالم التفتوا المعادلة عند شيخ الإسلام، هذا الذي يعبرون عنه أنه إمام التوحيد وإمام الإصلاح، السنة والإسلام. فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعي النفاق، يعني في من؟ في علي. في علي. لا. وحب علي إيمان وبغضه نفاق. لا مولانا ينسى الله سبحانه وتعالى، لا قيمة لكلام رسول الله، من يعتقد بهذا الكلام؟ ولذا هو يوجه أنه حبك إيمان، من عهده إلي يا رسول الله، من أحبني مؤمن ومن أبغضني منافق. أصلا يفسرها، يقول هذه أمور مرتبطة بأمور دنيوية جزئية، بعد ذلك سأتي إلى هذا الحديث. يقول هذه ليس من قبل علي، لا قيمة لها. أيضا ذم لعلي هذه، هذا ما يقول ذم، ولكنه يقول ليست لها قيمة. يقول أمكن الخارجي، هذا الخارجي لم يقل النواصب أنه علي، النواصب مقصود، لا مقصود الخارجي مسكين ما ادعى أن علي منافق، ولكن هو ماذا يقصد؟ شيعة معاوية بإمكانكم أن تقولوا، يعني يعلمهم بعبارة أخرى، يعني يريد أن يقول رأيه، ولكن عن أي طريق؟ يقول للجماعة الآخرين. أحسنتم، شايفين الآن كثير من التمثيليات والمسرحيات تخرج أنه يريد أن يقول شيء أمام النظام لا يستطيع، يقول قد يقال هكذا. أحسنتم. وبعد ذلك هو يقول يمكن أن يوجه الخارجي ذلك، بدليل أنه فصل القول. التفت بعد دكتور، بعدها لم ينتهي، قال فإن ادعوا أمكن أن يدعى النفاق، وإذا ذكروا شبهة في قبال بني أمية، ذكر ما هو أعظم منها في قبال منه؟ في علي. في علي. وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين في الباطن عدوين للنبي،
هذه أخرجوها على الشاشة إخواني الأعزاء. وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كانا منافقين في الباطن عدوين للنبي أفسدا دينه بحسب الإمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك؟ الخارجي مسكين لم يقل، ولكن هو ماذا؟ يقول هذا الذي قلت أنه هذا ينظر للاتجاه ماذا؟ الأموي. يقول بأن يقول ماذا يقول؟ يقول كان يحسد ابن عمه، يحسد رسول الله. علي كان منه؟ يحسد رسول الله. أحسنت. كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد فساد دينه، فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة، حتى سعى في قتل الخليفة الثالث منه، وهو يقول أشد المدافعين عنه. هذا قرأنا على رجب الحنبلي ماذا يقول؟ كان أشد المدافع. التفتوا، حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة منه علي حتى تمكن من قتل أصحاب محمد وأمته بغضا لمحمد وعداوة، وهو الذي فداه وبات على فراشه. والله يعلم دكتور، يعني شيء لا يصدقه الإنسان أن يمكن لإنسان عاقل يتكلم هذا. إساءة إلى الله ورسوله، هما زكيا عليا، لا أعلم. يحب الله ورسوله. إذا تسمحوا لي فقط أكمل، لأنه الوقت بدأ يضيق وإحنا بعده وعدنا كلام. حتى تمكن من قتل أصحاب محمد وأمته بغضا له، أي لمحمد، وعداوة، وأنه كان مباطنا للمنافقين، أنه من في الباطن كان ماذا؟ يعمل مع المنافقين. كان يعمل مع المنافقين لهدم ماذا؟ لهدم الإسلام. هسه قد يقول قائل هذا مو كلامه، كلام الخارجي. لا والله مو كلام الخارجي، أنا أتحدى أي إنسان يأتي لي بكلام الخوارج قالوا في علي هذا الكلام، ولكنه هو ده يقول، يريد أن يقول نظره في علي، ولكن من أي طريق يقول؟ يا خارجي قل هذا الكلام، قل هذا، وهو يقول ويوجه ذلك بأن يقول ويوجه. هذا مو كلام الخوارج، هذا توجيه يعلم وإيجاد العلة لهم، العلة لماذا يقولون، يعني يعلم الخوارج ماذا تقولون في من، ويلقنهم الحجة البالغة في هذا المكان. قال وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر خلاف ما يبطن. إذا كنتم تجدون أن عليا يظهر الإيمان، ترى هذا ظاهره، وإلا باطنه ما هو؟ باطنه النفاق. وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه التقية، وما دام دينه التقية إذن دينه التقية إذن ينافق. فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك، مو واقعا كان منكرا لهم أنهم ادعوا فيه الألوهية، أبدا كان موافقا لهم، ولكن وجد بعد لا يستطيع، يقول لهم عبدوني ولكن في الظاهر اضطر إلى أن يحرقهم. التفتوا إلى العبارة، يقول فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك، وإلا فكان في الباطن معهم، يقول عبدوني من دون الله. ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه. هذا الخارج مسكين ما يعرف، هو ده يوجه يعلم. إذن هذا تقييم الشيخ ابن تيمية لعلي وصي رسول الله. هسه ما أقول وصي رسول الله، الله يعلم دكتور، تعرفني أنه منهجي هنا أنا ما أريد مبانية اللي أعتقدها أقول، لا على ما يعتقدون أنه ماذا؟ الخليفة أحد أهل الجنة، أحد العشرة المبشرين في الجنة، أحد الخلفاء المهديين الراشدين بعد رسول الله، أحد الذين تقولون أنه من انتقصهم ماذا يلزم؟ نعم، تعزيره وتأديبه. لا كفر. أقرأ العبارة مرة أخرى، يقول وأما من انتقصهم فهو ماذا؟ وأما من سبهم ولعنهم، يقول وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله فهم ماذا؟ فهذا لا ريب أيضا في كفره، وفي كفر من شك في كفره، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. هسه نحن قبلنا على سبيل المثال دكتور، قبلنا أن اجتهاد الصحابة، أن الصحابي كل ما فعل فهو اجتهاد، واجتهاد وماذا؟ مقبول. أما أنتم لا من لا في العير ولا في النفير، لا من الصحابة ولا من التابعين، إذن أيضا اجتهادك مغفور له.
وأي اجتهاد هذا؟ هذا أي اجتهاد الذي في الصميم مباشرة. وكما تفضل دكتور واقعا أنه معاوية لا أقل لم يقل هذا الكلام. لعن كان يقول يستقيم لنا مش بلعن علي وزبين. إذا القضية معاوية كان مشكلته مع علي المشكلة ماذا؟ مشكلة سياسية. نعم. ولكن بطنها بقضية قتل عثمان وكذا. أما هذا بدأ ينظر في الخوارج عقيدة ينظر أنه هذا الإنسان إما أعيد القضية إلى الإخوة، إما أن نقول بإسلام معاوية وإيمان معاوية ويزيد والوزير، وإما أن نطعن لكم حتى في إسلام من؟ علي. في إسلام علي وننسبه إلى النفاق والحسد لرسول الله وغير ذلك. هذه المعادلة التي تحكم المنهاج، منهاج السنة، وتحكم كثير من المتكلمين الآن، وإن كانوا يأتون إلى الفضائيات، وأنا أقسم أنهم يدلسون على الناس نحن نحب عليا وأهل بيتي كما يفعل ابن تيمية كما أحسنتم. نعم. بدليل أنهم يعبرون عنه إمام، يدافعون عنه أشد. إذا قالت حضامي فصدقوا هو القول. هذا كتبت عندهم عشرات بل مئات الدراسات التي تبين. أول ما يستفتى أحدهم يقول قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ بلي. نعم. بلي سواء في العقائد أو في غير العقائد. نعم. مع أنه أنت عندما تأتي إلى مدرسة الصحابة دكتور عديش قد وقت الأخوة جيد يقولون جيد تقريبا 10 دقائق جيد جدا. نعم. مع أنه عندما نحن نأتي إلى مدرسة الصحابة التفتوا جيدا نجد أنهم عندما يصلون إلى الشيخ ابن تيمية كما قلنا إما يتهموه بالتجسيم وإما يتهموه ماذا؟ بالزندقة والنفاق. بالزندقة والنفاق لأنه واضح أقواله بعد لا تحتاج إلى دليل. نعم. هسا الآن يقول لي قائل سيدنا لماذا أنت تنسب إلى مدرسة الصحابة؟ يكفي أن المشاهد الكريم بيودي أنه هذه تخرج على الشاشة بشكل واضح. أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو من ماذا؟ نعم. لا من مدرسة الصحابة. نعم. أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إعداد وتأليف السيد الشريف الدكتور محمود السيد صبيح. هذا الكتاب اللي الآن بيدي هذا مو مطبوع ولكن المؤلف وضعه على منتدى الصوفية. أنا بيودي أنه الإخوة والأهل المطالعة وأهل القلم وأهل الثقافة يرجعون فليخرج لي المخرج الخاتمة في 96 موردا يذكر ماذا؟ يذكر أخطاءه مع أنه مو أخطاء وإنما هي اتهامات لمن؟ لرسول الله. اتهامات لرسول الله. أنا أنقل واحدة إذا 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 كان يسع الوقت دكتور في هذا المعنى أنقل واحدة منها. يقول بأنه في صفحة 79 وإن شاء الله بحثه سيأتي بعد ذلك أنقله نصا من عباراته. يقول هذه عبارته وفي الصحيحين، هذه عبارة ابن تيمية في منهاج السنة المجلد السابع صفحة 80 و81 كما ينقلها هذا الكتاب. يقول وفي الصحيحين أنه قال لعائشة، يعني رسول الله قال لمن؟ لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي براءتها وكان قد ارتاب في أمرها. رسول الله ارتاب في أن عائشة كانت بريئة أو غير بريئة أو أنها فعلت ما فعلت وقامت بالفاحشة. رسول الله يتهم رسول الله أنه شك في ماذا؟ في أمر عائشة. هذا الذي هم يخرجون على الفضائيات ويدافعون عن أم ونحن ندافع عنها لأنها كرامة لرسول الله، زوج رسول الله، زوج رسول الله. فعلت ما فعلت لا نقول شيئا. أم المؤمنين وزوج رسول الله. نوكل أمرها إلى من؟ إلى الله. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أعرف بأن يفعل ما يريد وهذا متروك له. ولكن انظروا ماذا يقول هؤلاء الذين واقعا يزاودون على أتباع مدرسة أهل البيت أنهم ماذا؟ نطعنوا في عرض أم المؤمنين وهو أول من طعن بنص حديث رسول بنص حديث ابن 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 تيمية. أول من طعن من وأول من شك رسول الله.
هذه إن شاء الله أعد المشاهد الكريم في الأسبوع القادم أجيب النص من الكتاب حتى لا يقول لقاء أقرأه من منهج السنة. يقول: وكان قد ارتاب في أمرها فقال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. ما زالت امرأة نبي قط، هكذا عقيدتنا نحن أتباع مدرسة ونحن البيت. نعتقد، وهذا أقوله صريح، نعتقد أنه ما من امرأة وزوج لنبي من أنبياء الله قامت بفاحشة احتراما أبداً. للنبي على الأقل. لا لا, لا مو احتراما، اعتقادا. لا دكتور أبدا، لا لا نعم، يمنعها الله على الأقل. جزاكم الله خير، أحسنتم أحسنتم. نعم. جزاكم الله على الاعتذار، أحسنتم دكتور. نعم، واقعا اعتقادا أنه ما من زوج لنبي من الأنبياء، فضلا عن خاتم الأنبياء والمرسلين، إن زوجه ماذا؟ ما زنت، ما زنت حتى امرأة نوح وما فعل. نعم. حتى بلي حتى نوح وغيرها وغيرها. تقول لعد ماذا نفعل في الآيات والروايات؟ نقول له بحث آخر، لعله إن شاء الله سيأتي في محله. ولكنه ابن تيمية هو أول من يقول أنه من طعن في عرضه، أول من طعن رسول الله. رسول الله قال: وكان قد ارتاب في أمرها. يقول أن كنت ارتكبت استغفر الله. التفتوا جيدا. واقعا أنا أنصح المشاهد الكريم فليدخل إلى الموقع منتدى الصوفية، هذا الكتاب موجود هناك، وليطالع ماذا، وهو من مدرسة الصحابة. ها، هذا الذي أنا قلت لابد أن نميز بين مدرسة الصحابة وبين النهج الأموي. ابن تيمية يمثل عمود وإسطوانة وعلم من أعلام ماذا النهج، ولكن بأسلوبه الخاص، لأنه هو واقعا علم في هذا المجال، فنان في هذا المجال، له قدرة خاصة في هذا المجال، ولكنه يبلغ ويؤصل لماذا؟ يؤصل للاتجاه. ولذا واقعا أقولها، أنا معتقد أن 99% من المسلمين في العالم يحبون أهل البيت، يوالون أهل البيت. نعم، يختلفون مع مدرسة مع أهل مدرسة أهل البيت في العصمة، ليست هذه قضية واقعا. أنا لا أقبل له اعتقاده الخاص، لم تثبت عنده العصمة، هو حر، ولكنه هذا واقعا لا يفسد في الود قضية أبدا. نعم، الذي يفسد هو أنه كيف يمكن أن نتصالح، وكيف يمكن أن نقترب، وكيف يمكن أن نتوحد، وكيف يمكن أن نقول نجلس في مجلس يلعن من، بل يطعن في عرض رسول الله على لسان من؟ على لسان رسول الله. ومنظر المدرسة هذا كلامه واضح. احنا كلامنا مع هؤلاء وإلا مع عموم المسلمين. أنتم وجدتم، أنا أتصور أنه إلى الآن بحمد الله تعالى أنا خرج بيتجاوز 50 كتاب، وبإمكان الرجوع إلى كتبي لن تجدوا موردا واحدا أنا تكلمت على 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 مدرسة الصحابة أبدا. نعم اختلفنا علميا، نعم اختلفنا، أما في مسألة النهج الأموي والاتجاه الذين هم شرذمة قليلون، كانوا وبقوا وسيبقون، وإن كانوا الآن يحاولون بما أوتوا من قوة أن يرفعوا عنوان ماذا؟ عنوان سب علي، وأنهم يحبون عليا، وأنهم هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة منهم براء كما في هذا الكتاب، وإن شاء الله موارده ستأتي في الحلقات القادمة. أحسنتم سمح السيد، أحسنتم. إذا نقف عند هذا ونأخذ بعض الاتصالات. تفضل دكتور. نعم حياكم الله. معنا الأخ أبو هاجر من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شيخ كمال. أهلا ومرحبا. حياكم الله. وأحلف أولا بالله أنني سعودي ووهابي ومحبا لأهل البيت، وأقسم بالله العظيم أنني أحب عليا وأهل بيته وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الاثني عشر حبا لله عز وجل، وأفديهم بمالي وأهلي وكل ما أملك، وأنا من محبي ابن تيمية، ومن ممن يدرس منهجه، وممن يأخذ من علمه. وأشهد الله تعالى والله رقيب علي أنني لم أتحدث ولم أتكلم بحرف كذب، وأن أهل السنة يلعنون من يلعن أهل البيت، ويكرهون من يكره أهل البيت، ويتقربون إلى الله بكره من يكره أهل البيت. وأقولها وأنا ممن يدرس على منهج ابن تيمية، ويدرس على كتب أئمة السلف من الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز
والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من علماء السعودية وعالم وعلماء العالم الإسلامي من السلفية. لكن يا فضيلة الشيخ كمال، وأنت رجل محترم من من مما لا يليق بعالم مثلك أن يتقول على أهل السنة ما لا يقوله. ابن تيمية عالم جليل وليس معصوما، وكل علماء أهل السنة من الأولين والآخرين يؤخذ من قولهم ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعصوم عندنا في عقيدة أهل السنة. لكن ابن تيمية يا أخي إذا كان له منهج علمي يقول ما يدين الله به، أما أن يعلن ويقول يعني بكره أهل البيت فهذا لم نقرأه. طيب الآن قرأه سماحة السيد أمامك في الكتاب، واضحا ما رأيك في من قرأ فيما قرأه سماحة السيد الآن عليك أخي الكريم أبا هاجر؟ الآن سماحة السيد وواضح وظهر على الشاشة، إن ثبت لك ذلك واطلعت عليه وأنت أقسمت بالله وأنا معتقد بصدقك، هيبقى موقفك؟ نعم تفضل أخي العزيز. كن على ثقة، كن على ثقة، أقسم أيضا بالله أني أصدقك فيما قلت. أنا لا أشك في أنه كثيرا بل كل المسلمين يحبون عليا. أنا دا أتكلم في نهج أخي العزيز، أنا دا أتكلم عن عبارات موثقة. إذا تعالوا كما تطالبون علماء مدرسة أهل البيت فليكن على الخط. أنا بودي أن المخرج يجعله على الخط لأنه الرجل منصف ولا بد أن يسمع له. الأخ العزيز، إحنا كما تطالبون أنه أن نخرج كذا وكذا من كتبنا لأن فيه ما يضير أو فيه ما ينتقص الخلفاء، هذه أيضا كتبكم، لماذا لا تخرجونها؟ الآن أقرأ لك نصا آخر إذا تسمح لي، يأتي إلى قضية الزواج التي تزوجها، يقول: فعلم أن أبا بكر، هذا أيضا في منهاج السنة النبوية المجلد الرابع نفس الطبعة صفحة 255، بودي أن تخرج العبارة: فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من علي. يعني يقول بأنه أبا بكر دعي أنه آذى فاطمة، فعلي أكثر آذى ماذا؟ فاطمة. وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه، يعني آذى فاطمة طاعة لله ورسوله. نعم. بخلاف علي فإنه كان له حظ فيما رابها. وأبو بكر، التفت إلى هاي العبارة وارجع هذا اليوم إلى منهاج السنة، وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها. يعني علي كان مقصوده ماذا؟ ليس ممن هاجر إلى الله ورسوله. أليس هذا غمز في علي؟ وأنتم تنقلون في صحيح البخاري، أنا دا أنقل لك في صحيح البخاري في صفحة 54 الحديث، في صفحة 34 هناك هذا الحديث الواسع، يقول عن عمر أن رسول الله قال: إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا ورد أيضا في صحيح مسلم الحديث 1907. أليس هذا اتهام مباشر لعلي أنه لم يهاجر إلى الله ورسوله؟ أليس هذا تنقيص في علي؟ أنا ماذا أقول عنك أخي العزيز، ولا أقول في عموم المسلمين، بل ولا أقول في من يعتقدون ما يسمون أنفسهم الوهابية أو السلفية، أبدا أنا لا أتكلم عن بشكل عام، أنا دا أتكلم عن النهج العلمي الذي وجدته في هذه الكتب. وهذا أنا لم أقرأه فقط، أنا لم ليس اعتقادي فقط، هذا يقوله الدكتور محمود السيد صبيح، انظروا ماذا يقول بعد أن ينقل الحديث، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرج إلى أن يأتي إلى صفحة 88، يقول: قلت بجرة قلم أصبح رابع الخلفاء الراشدين المهديين كمهاجر أم قيس.
من هي مهاجر أم قيس؟ يقول وقصة كما يقول الحافظ في فتح الباري، وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد عن ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر ماذا؟ أم قيس. أم قيس. على كل حال فلا نقول في هذه المسألة إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مدرسة الصحابة: من آذى عليا فقد آذاني، ما تريدون من علي، إن عليا مني وأنا من علي. عموما أعتقد أن قول ابن تيمية هذا هو أحد أسباب حكم علماء زمانه عليه بالنفاق، كما قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة لقول النبي: لا يبغضك إلا منافق. هذا عالم من علماء المسلمين، هذا ليس فهم لشيخ من شيوخ الإمامية مدرسة أهل البيت. أخي العزيز، إذا الحديث ليس مع الشخص أخي العزيز، وليس معك أنت، وكما ذكرت وإلى الآن أعتقد أن عموم المسلمين لو علموا ما في تراثهم لتبرؤوا منه. أحسنتم سمح سيدنا، نشكر الأخ أبا هاجر. معنا الأخ هادي من السعودية، تفضلوا. أخ هادي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخ سيدنا الكريم. أنا لبناني بس عايش بالسعودية. نعم. حابب سيدنا أنك أقرب فرصة إن شاء الله تعملنا كل هالأبحاث كتاب إن شاء الله وتنزله على الإنترنت لنقدر نحصل عليه، لأن بطريقة غير هيك ما نقدر نحصل عليه هون. إذا بتعمل معروف أخي العزيز، هذه موجودة أيضا في موقع كمال الحيدري، وموجودة أيضا في موقع الكوثر إن شاء الله. هذا كل إن ينزل المكتوبة يمكنك أن تستفيد منه. إن شاء الله. وكمان سيدنا بدي أقول شغلة بالنسبة لأبو هاجر، بس يقرأ ما اتنيناتهم بيأمنوا بيأمن كمان بالذهبي، يقرأ رسالة الذهبي لابن تيمية بيعرف قيمة ابن تيمية. نعم، يعني الذهبي كتب رسالة إلى ابن تيمية. نعم. طيب، شكرا شكرا أخي العزيز على مداخلتك، حياكم الله. شكرا الأخ هادي. معنا الأخ علي من العراق، تفضلوا أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا آية الله والدكتور، حياكم الله، تفضل. احنا بالنسبة للقضايا اللي تطلع بيها، يعني اكو قضايا انه حتى ابن حنبل اللي هو ابن تيمية تابع له، ابن حنبل له بالمسند مالته، يعني سألوه عن انه منو اشرف الخلفاء؟ قال ابو بكر وعمر وعثمان. قالوا له الامام علي. قال الامام علي هو شرف الخلافة، زان الخلافة ولم تزل. نعم، أحسنتم أحسنتم. نعم، إذا الإمام علي زان الخلافة ولم تزل. أحسنتم. نعم. جزاكم الله على هذه المداخلة. يعني يريد الأخ العزيز يقول أنه الشيخ ابن تيمية حتى لم يتابع شيخه وأستاذه ومدرسته في هذا الواقع المجال. يعني والواقع بل كذا، مسند الإمام أحمد بن حنبل مليء، وإن شاء الله الموارد التي فيها هذه الكلمات إن شاء الله كثيرة جدا إذا الوقت وسع، كما تعلمون بأنه سوف نتكلم في معالم الإسلام وعن شواهد كثيرة وقراء كثيرة في كلمات الشيخ ابن تيمية. شكرا لكم سمحت آتي الله سيد كمال الحيدري، الوقت انتهى. شكرا للمشاهدين الكرام، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سمحت.